تباعاً لسلسلة الاستدامة بين العراق واليابان وفق الأطر العلمية والتعليمية، أقيمت الورشة الدولية 14 في الجامعة المستنصرية، والتي تم من خلالها تبادل البحوث العلمية ما بين الكليات من جامعة بغداد والمستنصرية وجامعات تشيبا وكيو وكيا اليابانية. بنيت بحوث تستهدف تطوير المجتمع العراقي. هذا الورشة هذا يعني احنا نفكر يعني يوجد يعني قسم قسم مشترك بين اليابان والعراق، لانه يعني احنا يعني عندنا يعني حرب، يعني حرب في العراق وحرب في اليابان في يعني حرب العالمية الثانية، فيعني احنا عندنا يعني نفس التجربة لتقويم تقويم وتقوية التعليم العالي لكي يعني نبنى المجتمع الجديد من يعني تدمير الحرب. كما واستغلت عمق العلاقات التاريخية ما بين العراق واليابان، وحددت كمحور لتكون الورشة علمية عن التجربة اليابانية في تقويم المجتمع عن طريق النظام التعليمي وتقويمه بدرس الأخلاق من المرحلة الابتدائية، وأن يكون الطفل صانع للحياة. الوفد الياباني الحالي هو مكون من أساتذة من 4 جامعات يابانية، تنوعت تخصصاتهم بين العلوم السياسية والتاريخ والتربية والاجتماع، وألقوا مجموعة من البحوث حقيقة المتنوعة حول موضوع المجتمع والثقافة والتاريخ والعلوم السياسية، والآن الجديد هو بحوث ألقيت عن التربية اليابانية وإمكانية الاستفادة من تجربة اليابان في مجال التربية، لأنه التجربة اليابانية هي واحدة من أهم التجارب العالمية على مستوى التربية، خصوصا في التعليم المدرسي وبالإضافة إلى التعليم الأكاديمي. التركيز على عدة مواضيع خاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي، الأخلاق، ولاحظنا أنه طرق الدكتور الياباني على أو البروفيسور الياباني عن موضوع إضافة مادة الأخلاق، وكيف أنه يجب أن نعلم أبنائنا ما هي الأخلاق. كذلك التركيز على بنية هؤلاء الأطفال، لا نقتصر فقط على أنه دروس، لا، إنما تشمل نعم بناء الإنسان، بحيث الطفل يشترك في التنظيف، في يعني علموه الطفل من البداية، فهذا يخلق عنده مسؤولية، نوع من المسؤولية، حب للوطن. التجربة اليابانية التي تعتبر من أهم التجارب الاجتماعية التي حققت نهضة علمية بلغت أعلى درجات التطور، ويبدو اكتسابها خطوة علمية وعملية للجامعات العراقية. لقناة العراقية مصطفى السعدي، بغداد.